تصدي ياسين بونو ياسين بونو ياسين بونو هذه تصدياته هذه حركاته هذه لمساته خلفا عن سلفه خلفا عن سلفه العصافير تغرد سميرة العصافير تغرد سميرة وتحلق جبال جيتريس والهيمالايا العالمية لا كلام ولا سلام على هذا النمبر 1 ارفع ارفع السلام ارفع السلام على كل حال يقول لك انتظر يقول لك انتظر بالعين انتظر التمر او انتظر طوفان هذه الكيسان اقتربنا 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 اقتربت العجاله كاننا في محطه الاداء في مزنيقه كاننا في محطه الاداء على موريبوس الهم امس روده قدير تمشي كوره انظر انظر في اللمسه انظر في الروعه انظر في العوده ما احلاك يا طريقة ما اجملك يا ابو علي وما اسعدك يا كيسان انظر في البصره انظر قل لك تاتي تاتي وهدي يا كيسان هدي اسمى التاريخ صرفتونا وشرفتوا جماعتكم شرفتونا وشرفتوا عملتكم شرفتونا وشرفتوا جيشكم شرفتونا وشرفتوا المملكه شرفتونا وشرفتوا المنظومه من اين لكم هذا؟ من اين تعلمتم هذا؟ حقا سرعه تخف رشاقا شوف كيسان وشوف العلم شوف كيسان وشوف العلم اجي معايا شوف الاكشن اجي معايا السعوديه شوف قصه تهبل اجي معايا يا بوجي شوف الروايه اين تكمن شوف الحكايه اين تكمن شوف القصيده المصيره المفتوح شوف المجال الرياضي اين شوف هذا الشيء عمل شوف شوف سليماني أليس كذلك؟ لكن هذا ماذا يستحق؟ باريس سان جيرمان ولا بافاريا؟ مدريد ولا ميشي ولا الإيطالي؟ وين وين وين؟ وين يا حفيدي المنولي وين؟ وين يا سليماني وين؟ شيء يعجب شيء يعجب حقيقة ميزة الناس ميزة وهذه حقيقة لابد أن تقال وتذكر انظر واحدة ثانية ثالثة مرة لم يتماس لمصلحة فريق جميل جميل الفكرة جميل الفكرة ممتاز الفكرة ممتاز العرضية ممتاز بالرأس بالصدر انظر شوف وتعلم اجي شوف اجي شوف بلغ اخبار للدوار بلغنا اخبار خلت فطيمة يا عيوني هيك يقول لك هي الجدة تتابع هي العالم تتابع محلك تتلع تمشي كورة لمصلحة الخالي يقول لك بالصدر العم تقول لك بالميقاسية والشقيق يقول لك شو تعمل يا بابا تمشي الكورة والطول لمصلحة فريقة أنوار البكوري أنوار البكوري أنوار البكوري ونتكلم على قلب الدفاع رئيس رئيس عمالة تونات نبيل القوري رقم 4 يحترم هذا الشاب تمشي الكورة لمصلحة يحترم بالأداء بالأداء نتاعه المطلوب منه يقدم الكثير والكثير حقيقة رفقة كبار عمالة تونات تمشي الكرة لمساحة فريقة عشاق فراوة وتقتل معاه كل اللاعبين والمدربين أكيد مشيت بالربح الفراوة سأرفع السلام سأرفع السلام اتحاد فراوة لأن عائد من حافة الموت عائد من حشرة غنام بطنجة شكله يراقب خثيرات عبر كاديس عبر المقاطعة الإسبانية في حافة الموت
الموتى حجرة غنام المعروفة بحافة طنجة تمشي كورة لمصلحة فريقة أمته اتحاد فراوة. لحد اللحظة لازلت لم أتفهم أين فراوة وأين الرمل، لكن الخطوط متقاربة جدا، صورة باهية، صورة أجمل بكثير بين الرمل وبين فراوة. سير يا فراوة، مشيها يا رمل، عديها يا رمل. الكل يتابع، الكل يتابع ويناصر عبر مختلف البلدان، الكل يراقب الساعة العجالة المباراة بين أسود اللون وأزرق اللون. فراوة الرمل يمشي فريق اتحاد فراوة، لمسة الدلال، لمسة الجمال، الطول، رمية التماس لمصلحة أسود اللون، أجمل ما يكون اتحاد فراوة. خبرة سنين استعمل يا ميلود زكاها، هي فكرة جميلة، هي فكرة ممتازة، لكن بالتيكي تاكي أفضل. بالتيكي تاكي يقول لك الغناش هذه جميلة، هذه راقية جميلة جدا، لكن خيرة فليرة بالبنية بالراس بالصدر تدخل. أفكار الناس تختلف أحجاب بيوت، يقول لك أملك خليد الصبري الدباب المقاتلة في الدفاع. إيش عندك؟ وش أخبارك؟ وش أحوالك يا سوريين؟ لحد اللحظة الفصل الأول هو فصل أماني معقودة، والفصل الثاني فصل الأحلام موجودة. تمشي الكورة بالفصول وطول الكورة لم يتماس لمصلحة أبيض اللون. أحزاب يوتا متقدم في النتيجة 1-0 على فريق أسيل السوريين. واحد بلاشة، اثنين بلاشة، معناتها فريق أحزاب يوتا يتصدر المجموعة. تمشي الكورة لمصلحة فريق السوريين. زميل العزيز المصشي أيضا يراقب كل الأسماء، هو عبد الزهير نافع، خالد الصبري، زكريا المناشي، عبد الشبار الحيري، عبد الناب المناشي، إلياس نافع، مصطفى الحداد، سعيد الصبري الكوتش أكيد، خالد الصبري، زكريا نافع. هذا وهذا وهذا ذاك حقا يستحقون كل الإشادة. رقم 10 ورقم 2 شكله من كوكب سوحل، عبد الزهير نافع. لكن إذا تكلمنا بالمنطق بلغة الضاد باللغة العربية الفصحى، عبد الزهير وليس عبد الزهير. عبد الزهير، عبد الزهير محلاه اسم جميل جدا. هذا الاسم مشتقة، كلمة مشتقة من الزهر، من الزهور والعبور والورود. لفلوغ تمشي كورة لمصلحة فريق الجمال بمن حمل. شوف اندر اتعلم، شوف التخطيط، وشوف في الكتيبة. شكلك لمصير، شكلك أكاديمية، مش سوريين هذه. لكن أين الجمل يكمن؟ أين السحر يكمن؟ في حارس مرمى حجر بيوده، الياس نافع، لمسة، حركة، دقة، خفة، رشاقة، ميزة. هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة والرابعة. وسلامات على لاعب ساكن مش أخلقنا، خسرنا المعركة ما خسرناش الناس اللي عارفونا. هذا هو الجميل في كرة القدم، الفائز على مبروك والمنهزم هرلك. وميلود زكاح سهر الصين العظيم، جدار بلاشي يقطع نينو كريم بلو، وصلت لكريم بلو شو ثلاثة. هذا ميلود زكاح، ميلود زكاح حقا موهبة صاعدة، متألق في كل المواعيد الرياضية، دائما بنفس الخطبة، دائما بنفس اللكمة، بنفس الجرحة، بنفس الجرينتا، بنفس الروح، بنفس الأداء. مواصفات خرافية، مواصفاتك مثالية. تمشي الكورة المتميز، المبدع، الرائع البارودي في لمسة الجمال والطول. الشوط الثاني يقدم مدارة العمر، قوة جسمانية، فكرة، تخطيط، هندسة كروية، من مواصفات كوكب آخر يا هشام. رقم 13
الحباشي تغلط امام الحباشي تدفع الكرشة، تغلط امام الحباشي الناسة مرعب الحراسة، اشقر اللون اجمل ما يكون، رقم 9 من كوكب سوحل الصبري النيبالي. يا ديبالا يا ديبالا جيل جيل وجيل وذكريات كثيرة كثيرة، حق العطاء عطاء داري من جيل فريق احزاب بيوت فريق الاحلام زكريا، انظر وشوف وصلت لخليد الصبر ينتظر.